مرة جديدة، بورصة يوم الأربعاء تسجل ارتفاعاً إضافياً في سعر صفيحة البنزين ليصبح سعر 98 أوكتان 36900 ليرة لبنانية وال95 أوكتان 36200 ليرة لبنانية. لكن وزير الطاقة جبران باسيل كان قطع وعداً منذ عام بعدم توقيعه جدول أسعار المحروقات في حال لمس سعر البنزين 37000 ليرة لبنانية. وضع اجتماعي ضاغط جدا وبيسبب انفجار اجتماعي بانه اسعار المحروقات ارتفعت 55%. طب ما عدمنا طريقه تنلاقي الحل المنطقي. ومره جديده يقع اللبنانيون في فخ الوعود التي لا تتحقق. شي كتير غالي كتير. اسعار نار. قد ايه بتحط من معاشك للبنزين؟ ثلاث ارباعه. يطلعوا بالشعب، يرحموا الشعب، هاجي غلوا من جمعه لجمعه. أصحاب المحطات سيكونون على موعد مع لقاء سيجمعهم بتجمع الشركات المستوردة للنفط في مقرها يوم الجمعة للوقوف على الارتفاع المستمر الكارثي على البائع والمستهلك على حد سواء. الزبونات ما خفوا بس قيمة البيع قلت، يعني صارت كمية اللترات أقل. وبعدين في شغلة أنه اللي مثلا كان يعبي ب50000 صار هلأ مثلا بس يجي يعبي 50000 يطلع عدد بصير أنه ولو هالقد صاروا يعملوا. هذا الواقع المعيوش دفع بمنسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى رفع الصوت عاليا من ساحة النجمة ضد سياسة الوزير باسيل. الوزير باسيل قال أنه هو بيقطش إيده وما بيعلي سعر البنزين، اليوم مفروض صار يقطش 6-7 إيدين لأنه كل يوم عم بيغلى سعر البنزين وتنكة البنزين 700-800 ليرة. اليوم الدولة عم تتقاضى رسوم من حق كل تنكة بنزين، وقت يغلى سعر البنزين بالخارج نحن نخفف من هذه الرسوم بشكل أنه يضلوا سعر التنكة ثابت من هلأ تكين صار في نقل مشترك بالشكل يلي بيليق باللبنانيين. هذا هو الحل الأمثل لإنقاذ المواطنين من آتون غلاء المحروقات الملتهب، فهل من آذان صاغية